الناحية الدستورية تحتاج دراسة خاصة. ليس كل متعلم أو كل دارس يصلح أن يكون داعية في هذا الباب. فمن باب المثال، دعوة كثير من الناس إلى الديمقراطية ظنا منهم أن معنى الديمقراطية العدالة، وهذا خلط وخط. الديمقراطية كما أن لفظ أجنبية مسألة أجنبية أو موضوع أجنبي وليس بإسلام، نظام أوروبي كافر. معنى الديمقراطية وحكم الشعب نفسه بنفسه، وأصل هذه المسألة إن الغرب النصراني عاش فترة من الزمن تحت ضغط واضطهاد وظلم ملوكهم ورؤسائهم وكنائسهم، وأخيرا انتفض انتفاضة تشبه انتفاضة إخواننا الفلسطينيين في وجه اليهود. انتفضوا فرفضوا أوامر ملوكهم ورؤسائهم وتسلط كنائسهم. فروا من هذا الظلم، لكن إلى أي شيء فروا؟ فروا من حكم البشر إلى حكم البشر كمستغيث من الرمضاء بالنار. قرروا أن الشعب يحكم نفسه بنفسه ويتمتع بحرية كاملة. معنى ذلك إنهم لم يفروا إلى الله وإلى أحكام الله، ولكن فروا من الظلم إلى أحكام أنفسهم البشرية الظالمة. الإنسان من حيث هو إنسان مركب فيه الظلم والجهل، إلا إن أنقذه الله من هذه الصفات. وهذه الديمقراطية التي هذه أساسها وصفتها وأصلها لا تصلح للمسلمين، لأنها تتنافى مع الإيمان بالله. ومن الإيمان بالله الإيمان بشرع الله وبأحكام الله. إذن الديمقراطية ليست من الإسلام فضلا من أن تكون هي العدالة، وليست بعدالة، ولكنها همجية وفوضى، لأنها أطلقت ما سمته بالحرية لكل إنسان. في إمكان الإنسان في حرية الأديان أن يعيش فترة من الزمن في دين معين كاليهودية والنصرانية والإسلام، ثم يتحول إلى أي دين يختار باختياره. بمعنى لا يوجد عندهم حقد الردة، حرية القول، حرية الأديان، حرية التنقلات. جميع الحريات بمعنى الفوضى للحرية التي في الإسلام المقيدة بتعاليم الإسلام. هذه هي الديمقراطية. الدعوة إلى هذه الديمقراطية من الكتاب المسلمين ووصفها بأنها العدالة هذا من عدم البصيرة. كذلك الدعوة إلى الحياة البرلمانية من هذا القبيل، لأن الحياة البرلمانية معناه اتباع كاتباع الأحبار والرهبان، لأن اتباع حكم الأشخاص، نواب ينتخبون ولهم رئيس فيشرعون تشريعا يرضي المجتمع، بصرف النظر إن هذا التشريع موافق لتعاليم الإسلام أو مخالف.
وهذا يتنافى مع توحيد الحاكمية. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لا فرق بين رجال البرلمان وبين أولئك الأحبار والرهبان، لأن كل ذلك تشريع شرعا غير شرع الله. ومن الخطأ تسمية بعض الأشخاص برجال التشريع. لا يوجد في الإسلام رجال التشريع، بل لا يوجد في الإسلام التشريع مطلقا. المشرع هو الله، المبلغ عن الله رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله شرع فرسول الله بلغ، فشريعة الله موجودة في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن الدعوة إلى ما يسمى بالديمقراطية والحياة البرلمانية من عدم البصيرة ومن الخبط والخلط في هذا الباب العظيم، في باب الحاكمية، يتنافى مع توحيد الحاكمية. هكذا نتجنب إن شاء الله في دعوتنا عدم البصيرة وعدم الدعوة إلى مثل هذه النظم التي تتنافى والإسلام.